كوني أم لشاب من ذوي متلازمة داون، حلمت أني أخدم الناس في هذا المجال. مع مجموعة من المتطوعين اللي استثمرت طاقتهم، بدنا نحط حجر الأساس لإنشاء جمعية الإمارات لمتلازمة داون عام 2006. قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم لا محدود لأصحاب الهمم. المؤثرين في حياتي كثار، وعلى رأسهم الشيخ زايد. تعلمنا منه التأسيس، تعلمنا منه الاتحاد. الشيخ محمد بن راشد علمنا كيف نكون في المركز الأول. ما أقدر أوصف سعادتي في لحظات تكريم أوائل الإمارات. نصيحتي للشباب أنهم ينضمون للعمل التطوعي ويلتزمون فيه ويثابرون فيه، لأن في عطاء للمجتمع، في عطاء للوطن، ويجلب لهم السعادة.